أنا بالبيت مالي نازلة على الشغل اليوم، ما فيني شي، حاسة حالي تعبانة. كيف؟ أي حمل وأي بيبي؟ منين جبتي هالحكي؟ لكي برجع بحكيكي بعدين. هلو حياتي، شكلي تعودت عليكي. وانتي اكيد اشتقتيلي. اشتقت لك كتير. يا عيب الشوم، شو عم تاكلي رفيف؟ ها؟ شو سويتي مرت عمي؟ لساتني عم باكل. بنتي هلأ كل يوم هاد فطورك؟ انتي بروحين لازم تعملي فطور فيه بيض وعسل وقشطة وزبدة ومربيات. بس مرت عمي شو صار لك؟ أنا مالي حامل. شش، كم مرة بدي قلك إنه الحيطان إلى أدنين؟ هالحركات ما لها طعم بنوب، لأنه كل العالم صاروا بيعرفوا إني حامل ودوري بالموضوع. والله بسطتيني. قليلي شو اللي بسطك بقى؟ لأنه خطتنا ماشية على المزبوط. خطتنا؟ إيه خطتنا، رح قلك. بالأول بتحكي لإنسانة وحدة وبتوصيها وبتحلفيها إنه هالحكي يضل بيناتكم. تاني يوم الصبح كل اسطنبول بتعرف. هاي بيقولوا عنا الخبرة بالنميمة حبيبتي، مجربة وموثوقة. يعني حضرتك اللي نشرتي هالحكي؟ طبعا حبيبتي، برافو. أنا مرت عمي مو كتير عم تبالغي بالموضوع؟ أصلا نحن عملنا شي ما بينعمل أبدا، رحنا وكذبنا على جان بس مشان ما يتزوجها، وأنا مالي عارفانة كيف بدي أقدر استمر بهالكذبة. رفيف، معناتها من الأول ما كان لازم تبلشي بهالكذبة. مفكرتيني أنا مرتاحة وأنا عم بكذب على ابني؟ كل شي عم بعمله كرمال سعادتكن ومستقبلكن سوا. يلا لشوف، قومي اعملي لي فنجان قهوة وسط. يلا اشتقت لقهوتك كتير.